أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير وأرجو أن يكون واضحا لكم جميعا أحبتي، مقطع الانحدار بنقطة تقاطع مساوية للصفر، أي أن الآن الخط المستقيم الذي يمثل الآن ما يسمى بالأوردينري ليست سكوير اللي هو الانحدار بالمربع السوري الاعتيادي ينبثق من نقطة الصفر على المحور العمودي والأفقي. وعلى بركة الله نبدأ. دعنا نذكر بمعادلة الخط المستقيم. هذه معادلة الخط المستقيم y sub i أو sub t مهما كانت، الآن هي عينة يعني y sub i تساوي a زائد b في x sub i زائد e i، حيث الآن هذا المتغير التابع يعني نقطة التقاطع، وهذا ميل الخط المستقيم، وعندي المتغير المستقل وهنا الخطا العشوائي. هاي مكونات الخط المستقيم، يعني عندي نقطة التقاطع والميل والخطا العشوائي طبعا اذا كان في النقاط مبعثرة، وعندي المتغير التابع هو y sub i اللي هو الظاهر المراد تفسيرها. الان يعني راح بسرعة اشرح كيف نشتق a و b، يعني نستدل عليها من قيم، لكن بتمر معانا بعض الحالات التي نحتاج فقط ل y i تساوي b في x i طبعا زائد الايرور بدون نقطة التقاطع هذه، اي بمعنى اخر بتكون نقطة التقاطع تساوي صفر. ونكمل بهذه الحالة. الان نذكر ايضا بطريقة اشتقاق a و b كما ذكر، كما ياتي هذه معادلة الخط المستقيم y sub i تساوي a زائد b في x i زائد الايرور. الان ننقل e sub i الايرور في جانب وكل ما عداها في جانب واحد، فتصبح عندي e sub i تساوي y، هذه مطروح منها كل شيء اللي هو ناقص a ناقص b في x i. عندما نربع الآن الطرف الأيسر يجب أن نربع الطرف الأيمن، وبالتالي الآن e sub i الكل تربيع تساوي ما داخل قوس كله التربيع، وعندما نجمع يجب أن نجمع. الآن جمعنا الطرف الأيسر اللي هو مجموع from i equal 1 to n ل e i تربيع يساوي مجموع كل ما داخل قوس y i ناقص a ناقص b في x i الكل تربيع. الآن نشتق طبعا لهذه القيمة أو هذا المتغير الآن نسبة إلى أول شيء نقطة التقاطع a، وثم نقطة اللي هي ما يسمى بالميل. فالآن آخر نتيجة كانت كما يلي، نشتقها partial المجموع مجموع الأورو التربيع بالنسبة ل a، نشتق القوس كله اثنين، ونشتق داخل قوس اللي هو بالنسبة ل a يساوي سالب واحد، نسويها بالصفر لأنه الهدف الآن أن نقلل الخطأ العشوائي مربع الخطأ العشوائي إلى أقل ما يمكن، نجعله أقل ما أقل مقدار ممكن. ثم الآن طبعا هذه المعادلة الأولى المشتقة partial بالنسبة ل a، هلا المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة ل b للصلوب الشيء ذاته الآن اثنين في مشتقة القوس اللي هي اثنين طبعا في مداخل القوس، الآن داخل القوس سالب واحد في b ومضروبة في x i، إذن اللي هي بتصبح الآن سالب x i تساوي صفرا. لدينا الآن معادلتان آنيتان، هذه المعادلة الأولى هذه المعادلة الثانية، نقوم بحلها آنيا حتى نستخرج القيم اللي هي a hat و b hat المراد. ومن يعني مقاطع سابقة وجدنا بأنه a hat تساوي y bar وهو متوسط حسابي للمتغير التابع، مطروح منه بيتا hat هذه سلوب المقدر مضروب في المرب في الوسط الحسابي للمتغير المستقل. من المعادلة هذه نجد بأن b hat من هنا طبعا معادلة ثانية b hat تساوي مجموع x i y i ناقص n في x bar y bar، هذا يعني وضحته في ثلاث أربع مقاطع سابقة أرجو الرجوع إليها أحبة الطلبة، مقسم على مجموع x i الكل تربيع ناقص n في مربع الوسط الحسابي للمتغير المستقل. هذه طريقة اشتقاق a hat و b hat عندما يكون طبعا a لها قيمة تختلف عن الصفر. أما الآن عند اشتقاق معادلة الخط المستقيم من نقطة التقاطع مساوية للصفر فيكون شكل المعادلة كما يأتي، هلا y i تساوي b رأسا في x i زائد الايرور، بمعنى آخر a أصبح صفرا فليس لها مكان في الوجود هنا في هذه المعادلة، فننقل e i لوحدها الآن كما يلي e i تساوي y i ناقص b في x i. لاحظوا لي
الآن نربع الطرف الأيسر، معنى ذلك يجب أن نربع الطرف الأيمن، وإذا جمعنا الطرف الأيسر كله نجمع الطرف الأيمن، ثم نشتق الآن بالنصف فقط لبيها فقط. وبالتالي الآن عندي هنا هذا المجموع، ثاني مرة مجموع I E I تربيع يساوي مجموع الكل Y I ناقص B في X I، لاحظوا بدون A الكل تربيع، عندما نشتق هذه بالنسبة لبي بتكون المعادلة الاشتقاق اللي هي partial مجموع E I تربيع بالنسبة ل partial B تساوي 2، يعني اشتقينا القوس كله ثم ما داخل القوس، فبتكون عندي 2 في مجموع Y I ناقص B في X I سالب، طبعا هنا مشتقة هذه بالنسبة لبي بتساوي سالب اكس اي تساوي صفر. الان ندخل اكس اي على القوس فبتكون بالحاله هاي بالقسمة طبعا على سالب 2، بنخلص من السالب بالحاله هاي، فبكون بالحاله هاي مجموع واي طبعا من from i equal 1 to n لحاصل ضرب اكس اي في واي اي هذه وهذه في هذه، لاحظوا لي وفي بي اي في اكس اي تربيع بيطلع عندي تساوي صفر لان معادله واحده. لاحظوا لي الان بعد ما نحلها بكون بيتا هات المقدر تساوي مجموع اكس اي واي اي على مجموع اكس اي تربيع. هذا الان طريق اشتقاق فقط السلوب، يعني الخط المستقيم ينبثق من نقطه الصفر. دعنا نبين ذلك من خلال مثال بسيط. مثال، لنفترض بان لدينا البيانات الاتيه عن المتغيرين المستقل اكس اي والتابع واي اي. هذه البيانات عندي اكس اي سالب 3 0 5 7 12 19 31 32 50، اما الظاهر اللي هي واي اي المتغير التابع 2 4 8 11 17 25 37 43 60. طبعا بعض المجاميع بحاجه الها المتوسط. الان متوسط اكس اي يساوي 17، متوسط واي اي يساوي 23، فقط الاكس بار الها. وهنا الان بنربع اكس اي ومنحصل على يعني حاصل ضرب اكس اي في واي اي هنا، لاحظوا لي فبكون بالحاله هاي مجموع مربعات هذه ربعناها بتطلع 5073، ومجموع حاصل ضرب اكس اي في واي اي بنحصل على 6313. هذه الاشياء بحاجه الها سواء معادله خط المستقيم بوجود اي ليست صفرا وبإي بتكون ساوت صفر، فنطبق من هذه البيانات هنا. الآن تكون النتيجة للنموذجين كما يأتي. هذه النتيجة الأولى، النموذج الذي فيه نقطة تقاطع تختلف عن الصفر، بي هات تساوي كما عهدناها في السابق، فبتساوي الحالة هي 1.13026، أما اي هات تساوي النتيجة النهائية لها 3.78558. اما بدون اللي هي النقطه بنقطه تقاطع تساوي صفرا، يعني اذا كانت A تساوي صفرا بالحاله هاي A تساوي 3.78558، لكن عندما تكون A تساوي صفرا فقط بكون بها تساوي حاصل مجموع حاصل الضرب، يعني مجموع الضرب XI في YI تساوي 6313 مقسم على مجموع XI تربيع اللي هي 5073 وتساوي 1.2444. بيانيا على المحور الأفقي XI، على المحور العمودي YI، هذه الآن عندما تكون المعادلة فيها A تختلف عن الصفر، وهذه المعادلة التي تنبثق من نقطة الصفر أو خط المستقيم الذي ينبثق من الصفر، وبالتالي هذا الآن مع نقطة تقاطع لا تساوي صفرا، أما هنا نقطة تقاطع تساوي صفرا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجعا أن يكون فيه فائدة لكم أحبتي جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.